الأستاذ محمد الشمسي باعتباركم رجل قانون اليوم، والأستاذ مجالي تكلم على واحد العلاقة تعاقدية. طبعا هذه العلاقة التعاقدية راكت توضع على عاتق كل من طرف التزامات وواجبات. احنا كوالدين كآباء كأمهات كنأدي واجبات تمدرس، بالمقابل المؤسسة الخاصة كتأدي دورها اللي كيدخل في التمدرس والتعليم. واش اليوم في ظل هذه الجائحة والتعليم عن بعد، واش هذه الالتزامات كتبقى قائمة؟ اولا نبغي ناكد على ان النص القانوني واضح على ان المؤسسات ديال التعليم الخصوصي لا او توقفت عن تقديم التعليم للاطفال او التلاميذ. هذه مساله مفروغ منها. احنا ما غاديش نتحدثوا على واش كاينه الجائحه ولا ما كايناش الجائحه، واش كاين التعليم عن بعد ولا كاين التعليم عن قرب. احنا غنتحدثوا على العقد اللي اتبنى نهار الاول ما بين الاب والأم من جهة، وما بين المؤسسة ديال التعليم الخاص من جهة ثانية، وهو تعليم جيد في ظروف معينة. الفعل التربوي ما عمره يتحقق بالنسبة للدراري الصغار عن بعد، ثم أنها التعليم عن بعد لم يستشر فيه الآباء والأمهات حتى يقبلوا به. هذا واقع سلكاته المدارس الخصوصية بإرادة منفردة وفرضته على الناس دون ما تأكد على أن واش الناس والأسر مهيئة أصلاً لهذا التعليم عن بعد، وبالتالي واش المنازل مجهزة بتغطية ديال شبكة الانترنت، واش كاين هواتف ذكية عند الوليدات كاملين، واش شوف يعني منظر ديال الوليدات الصغار يسمح لهم والعنيقات ديالهم والأجهزات ديالهم تسمح لهم استعمال هاد الأجهزة، واش غياب الأستاذ عن داك الحضور الشخصي امام الطفل لان الفعل راه فعل تربوي، واش غياب التلاميذ والزملاء اللي كيديروا واحد الحافز لذاك الطفل باش يدير شويه الانتاج. هذا لا يسمى عيب وحرام يتسمى بكلمه تعليم. هذه مجرد مطالعه، مجرد اناسه كيونسوا الوليد. غير هو استاذ الشمسي غير باش ما نبخسوش العمل ديال مجموعه ديال الاطر التربويه بكل صراحه اللي كتقوم بواحد المجهود جبار. وانا كنتكلم يعني عن تجربه، يعني وليداتي كيقراو في مدرسه اللي يعني الاساتذه ديالهم والمعلمين ديالهم ما واقفينش. استاذه حتى انا عندي الوليدات ديالي بشكل يومي كنحس وكنلمس بالمجهود ديال الاستاذ. انا كنقيم في العمليه ككل. نعم. انا كنقول هذاك الاستاذ اللي كيفيق في الصباح وكيشد هو تليفونه وكيبدا يصيفط الوليدات هو يرهق نفسه بنتيجه النتيجه قانونيه. ما كندويش لك انا على التقييم التربوي لان مش راجل تربويه. ما هذاك السيد او هذاك القانون او هذاك التعليم عن بعد ما استشرونيش فيه. انا ما قلتش لهم بغيت ولادي يقراو عن بعد. انا ديت ولادي النهار الاول باش يقراو في واحد الفضاء ما يكفيش غير الحضور، فضاء يكون مجهز وفضاء فيه الحضور ديال الاستاذ وديال المعلم بواحد الحضور اللي كيفرض واحد الهيبه على الطفل. ممكن نتحدثوا على التعليم عن بعد بالنسبه للراشدين في الكليات والجامعات لانهم بالغين وكيقلبوا على الوليد الصغير يستحيل استحاله مطلقه يقرا وهو مخشي في الفراش ديالو، يستحيل استحاله مطلقه. وبالتالي انا ملي كنقول لك على ان المدارس الخصوصيه لا تستحق قانونا ولا درهم واحد، ماشي لان التعليم لان الجائحه كاينه ولانهم، لان الوليد لم يتلقى تعليما بالشكل المنصوص عليه في العقد اللي كيجمعني مع المدرسه. هذا من جهه. من جهه ثانيه سمعت على ان خاص يكون تضامن. شكون الطرف الضعيف وشكون الطرف القوي؟ واش مؤسسه هي طالعه بالملايير ما بين البقعه الارضيه والبنايات وداك الشيء طامعه في واحد الاب يساعد؟ ما يمكنش. الا كانت المؤسسه عندها عائق تمشي للجهه اللي خول لها القانون دعمها. إلا كانت كتعتقد أنها مؤسسة تجارية تمشي للوزارة المعنية وتقدم الملف ديالها كيف قدموه جميع المؤسسات اللي كتعاني. ولكن باش المؤسسة يكون عندها جائحة ترجع جيد الآباء ما غاديش نقول تسلب منهم، وإنما تأخذ واحد المبالغ مالية ولو تنقصها تلحد نصف. أشنا هو المقابل اللي أداس التعليم عن بعد؟ لم نستشر فيه كآباء، لم يستشر فيه الأمهات. كيف تفرضوا من جهة واحدة؟ أنا كندوي على القانون، هذا القانون ما كانت حامله ما والو. ولكن وهذا المجهود اللي قلتي ديال مجموعه من المدرسين والاستاذات كيتمحنوا، ولكن راه بحال واحد السيد باغي يعمر واحد السطل ما عندوش القاع كنكبوا الماء في الرمله.